أعطى سيد أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لانطلاق النسخة الرابعة من أولمبياد المحافظات الحدودية، وستشهد فعاليات الأولمبياد على مدار شهر كامل العديد من الأنشطة الرياضية والشبابية لشباب وفتيات 6 محافظات هي أسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد ومرسى مطروح شمال وجنوب سيناء، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومديرية التربية والتعليم وجامعة أسوان والأزهر الشريف، لتختتم الفعاليات في محافظة مرسى مطروح في ألعاب كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة والكاراتيه وألعاب القوى والسباحة والشطرنج وتنس الطاولة، علاوة على كرة السرعة للبنين والبنات، فضلا عن تنظيم معارض للحرف البيئية وكذا تقديم عروض فنية متنوعة تعكس الفلكلور الشعبي للمحافظات الحدودية. من جانبه أكد السيد أشرف عطية أن تنظيم فعاليات النسخة الرابعة للأولمبياد الرياضي لأبناء المحافظات الحدودية يأتي متواكبا مع اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات شبابنا واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابي ومثمر، مما يعكس حرص الدولة على الاهتمام بعصب الأمة وقوتها.